مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم. مساحه جديده للراي. حلقتنا النهارده هتكون عن منتدى اسوان للسلام والتنميه في جولته الثانيه تحت عنوان صياغه واقع افريقي جديد نحو تعاف اقوى واعاده بناء افضل. ويمثل او تمثل هذه المنتديات او تؤكد مصر ريادتها الافريقيه، اذ يعتبر منتدى اسوان بمثابه منصه رفيعه المستوى لطرح حلول للتحديات التي تواجه دول القاره في مجالات السلم والتنمية. كما يعتبر المنتدى ملتقى للقادة الأفارقة لتبادل الرؤى حول مستقبل بلدانهم. من ناحية أخرى، يولي الرئيس السيسي اهتماما بالغا بالمنتدى الإفريقي منذ أن أعلن عن انطلاقه في قمة سوتشي 2019، ويتوقع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعزيز التعاون الفاعل بين الدول واستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة. مزيدا من التفاصيل نستعرضها النهارده مع ضيفي في الاستوديو سعاده المستشار ابراهيم جاب الله. نورنا مع المستشار. الله يخليك. خلينا ناخد جزء من كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه انطلاق المنتدى، مؤكدا على ضروره تطوير السياسات والاهتمام بمشروعات البنيه التحتيه والتطور التكنولوجي للقاره. تعتبر مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لجهود التنمية والتعافي في إفريقيا، فما أحوجنا الآن إلى مشروعات طموحة مثل مشروعات النقل والطرق والربط الكهربائي العابرة للحدود لتعزيز التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي المنشودين، فضلا عن تهيئة بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من النمو وتوفير فرص عمل بما يسهم في تجاوز التداعيات الاقتصادية للجائحة. وتجربة مصر الرائدة في مشروعات البنية التحتية تعد مثالا يسعدنا مشاركته مع أشقائنا. وأود أيضا إبراز أهمية تكنولوجيا المعلومات في التعامل مع تداعيات الجائحة ودورها المحوري في كافة أوجه حياتنا خلال هذه الفترة، وهو ما يؤكد على ضرورة زيادة الاستثمارات في مجال التحول الرقمي في قارتنا، مما يعظم الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. كما أن التعافي الشامل من الجائحة يتطلب تطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث أظهرت الجائحة تداخل وتشابك المخاطر والتحديات التي تواجه مجتمعاتنا ودولنا. وأنني على ثقة أن مناقشات المنتدى ستوفر فرصة مواتية لتبادل الخبرات والآراء حول كيفية تطوير تلك السياسات. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مره ثانيه برحب بضيفي في الاستوديو مع المستشار ابراهيم جاب الله. مع المستشار، خلينا نتكلم هنا على اهميه تلك المنتديات، خاصه ان اول منتدى كان في اسوان في 2019. كيف ترى اهميه هذه اللقاءات التي تحدث في هذه المنتديات؟ احنا في الاول هنتكلم ان تكرار المنتدى للمره الثانيه على ارض مصر وفي اسوان، ده في حد ذاته انتصار لمصر وانتصار للنوع اللي احنا بنعرضه من السياسات، ان احنا نقرب وجهات النظر في القارة الافريقية من ابناء القارة الافريقية. النجاح اللي احنا بنشهده المرة دي هو ناتج لنجاح المنتدى اللي فات. حضرتك، احنا النهاردة واقفين على ارض صلبة، علاقات قوية بيننا وبين الاشقاء الافارقة، في تبادل تجاري، تبادل اقتصادي، تبادل خبرات عسكرية، كل ده موجود في الوقت الحالي بين القادة وبين الشعوب على مستوى المنتدى. الشباب اللي تلاقى في المنتدى النهاردة والباحثين والمستثمرين ورجال أعمال كلهم النهاردة بيجموا ثمار ما حدث في المنتدى السابق. فاحنا عشان نقول ايه الفوائد اللي احنا وصلنا لها النهاردة، لا، في فوائد كتيرة. احنا النهاردة افريقيا بتتكاتف علشان تواجه مخاطر الجائحة اللي احنا شايفينها دلوقتي. تمام. بمعنى اصح، مصر لها تجربة رائدة في مواجهة جائحة كورونا
هنتكلم على يعني على تجربة مصر في مواجهة جائحة كورونا اللي يعني كان لها خطوات هامة جدا، بداية من 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي وته المربوطة وأمور كثيرة جدا كانت تخص هذا الملف، ملف الصحة كان لها تأثير على تفادي الآثار السلبية من جائحة كورونا. لكن خليني أتكلم المنتدى الأول في أسوان وأركز عليه شوية، وجود قادة، وجود رجال أعمال، وجود شباب إفريقي يتبادل النقاش مع شباب مصر مع قادة سياسيين، أهمية هذا التحاور حتى على مستوى العلاقات السياسية والاجتماعية والإنسانية، خاصة أن مصر بعد يمكن تعرض السيد الرئيس السابق مبارك لمحاولة اغتيال في أديس أبابا، العلاقات بشكل أو بآخر كان فيها فتور. شوف يا فندم، المنتدى 2019 شفنا فيه 28 دولة بالإضافة إلى 6 مناديب من دول أوروبية. كل دولة لما جم لأرض مصر وجم منتدى أسوان اتلاقينا نفسنا النهاردة بنصدر فكرة للعالم عن مدى دور مصر الاستراتيجي في العمق الداخلي للقارة الأفريقية. ده النهاردة أدى إن احنا بقى لينا كلمة مسموعة في القارة الأفريقية، وبقى يؤخذ برأينا بالنسبة للإخوة والأشقاء الأفارقة، وعادوا مرة تانية لبعض. واحنا نقدر نقول إن الرئيس السيسي بيعود بينا لحقبة الخمسينات والستينات اللي كان مصر لها دور رئيس ودور هام جدا، يعني نقدر نمثله ان هو بيشبه بحقبه جمال عبد الناصر. بالنسبه للافارقه دلوقتي احنا واخدين المكانه ديت وماشيين في نهج ان احنا نزيد عن الموضوع ده، نزيد كفاءه، نزيد خبره وتداخل. مصر لها تجربه رائده في كل المناحي في الفتره السابقه من حقبه حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام، ده بنصدره للقاره الافريقيه النهارده وهم متقبلين ده وموافقين عليه ومرحبين به. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلماته في المؤتمر الثاني اكد على مساله البنيه التحتيه، وجود بنيه تحتيه قويه للدول الافريقيه. عندما نتحدث عن بنيه تحتيه احنا بنتكلم على طرق ومواصلات، بنتكلم على طاقه. مصر منذ ان تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اخذت خطوات جبارة في هذا المجال، بنتكلم على 7000 كيلو متر خطوط يعني مواصلات جديدة، بنتكلم على إعادة تأهيل طرق قديمة، بنتكلم على مصر اللي كانت تعاني من الطاقة الآن نحن نصدر الطاقة. التجربة المصرية وتصدير هذه التجربة إلى إفريقيا، إلى إفريقيا من في مسألة البنية التحتية الإفريقية لتسهيل حركة الاقتصاد بين الدول وتسهيل مسألة النمو الاقتصادي زي ما أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. زي ما حضرتك نوهت وقلت إن الفترة بتاعت حكم السيد الرئيس طرأ على مصر أكبر مرحلة تطور للطرق في مصر، يقال إن دي أكبر صفقة أو أكبر مجموعة طرق أنشأت في مصر في التاريخ الحديث. تمام. بالإضافة لو احنا جينا نتكلم زي ما انت قلت، المدن الجديدة اللي انشأت، العاصمة الإدارية الجديدة، التطور اللي احنا شايفينه في العالمين، كمية بنية تحتية من طرق وكباري ورصف ترع وإنشاء زي ما بنقول أساس جديد لمصر تقوم عليه. احنا النهاردة بنصدر كل ده للقارة الأفريقية عن تجربة وعن طريق شركات اشتغلت في الكلام ده لمدة 7 سنين و8 سنين شغل، فبقت انت وانت نازل أفريقيا تنفذ اللي انت بتقوله، انت بتنفذ حاجة بالفعل انت قمت بيها في بلدك وبقيت صاحب تجربة رائدة فيها. فالنهاردة واحنا داخلين على المجال ده، حضرتك طبعا عارف عن طريق احنا اليومين اللي فاتوا دولت كل الكلام عن خط المواصلات اللي هيبقى القاهره كيب تاون. تمام. اللي هيربط اسكندريه كيب تاون. لا هو هيبقى القاهره كيب تاون. تمام. هيربط زي ما انت شايف مصر لغايه جنوب افريقيا، احنا هنبقى راس الحربه، القاعده ورا، كل افريقيا في الوقت ده بقت سوق مفتوح مؤهل لاقتحامه.
ندخل فيه وفي العمق بتاعنا الاستراتيجي نتبادل تجاريا بشكل قوي. هم كمان جو افريقيا بقوا يقدروا يقولنا بمنتهى السهولة والسلاسة، وفرنا لهم مجال ان احنا نتعامل عليه. تمام، خلينا احنا نتكلم على يعني الطرق والبنية التحتية اللي هتسهل مسألة العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول افريقيا. اتكلم على جزء هام اشار اليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مسألة استغلال المواد الخام بالقارة الافريقية. نحن نتحدث عن قارة غنية، نحن نتحدث عن يعني قارة بها العديد من الخيرات والثروات. يمكن مسألة القيمة المضافة مصر استغلتها في امور كثيرة جدا، زي موضوع الرخام، زي موضوع الغاز. النهاردة عندنا صرح كبير جدا في اسكندرية خاص بصناعة البتروكيماويات، وعندنا الرخام كنا بنصدر عبارة عن بلوكات الى الصين، وبعدين ترجع لنا رخام مصنع بقيمة مضافة. مسألة القيمة المضافة للمواد الخام في افريقيا، انا مش هزيد على حضرتك اكتر من اللي انت قلته، لانك وضحت النقطة بابسط حاجة توصل للمواطن وللمستمع وللمشاهد. النهاردة الرئيس وجه ان احنا ما عدناش نطلع مادة خام من افريقيا لبرة تصنع وتجيلنا في شكل منتج نهائي. احنا خلاص النهاردة نقدر نصنع داخل القارة الافريقية كل حاجة، ونعمل منتج نهائي احنا اللي نصدره، ونستفيد بفروق التصنيع اللي كنا بندفعها في تصدير واعادة استيراد المنتج، وهو منشأه القارة الافريقية. انت زي ما حضرتك قلت، تخيل ان انت لما تطلع بلوك الرخام من هنا بلوك عادي جدا، ويصدر على حالته الاولية، ويصنع في اي دولة مثل الصين او ويجيلك مصنع مرة تانية باضعاف. طب احنا قدرنا ان احنا نوفر ده في مصر، وبنصدر الفكرة ديت كلها لافريقيا، ان كل واحد يقدر يستخدم المادة الخام اللي عنده في الوصول للسلعة النهائية. انت كده قدرت توصل لأعلى هامش ربح من وراء الخامة او المادة الاولية اللي موجودة بالطبيعة عندك. واحنا نعتبر اخر قارة موجود فيها خامات طبيعية تكفينا لمئات السنين. تأكيد. فتنوي سيد الرئيس في النقطة دي بالذات بحفظ على مستقبل اجيال قادمة. تأكيد. اتكلم برضو ان المنتدى برضو زي ما هو معني بالامور الاقتصادية وزيادة التنمية في افريقيا، مهتم ايضا بحل النزاعات، حل النزاعات الافريقية بين الدول. يعني وانا عايز اقول ان افريقيا في وقت من الاوقات كانت النزاعات فيها يعني واخدة حيز كبير جدا، يمكن المسائل دلوقتي قلت كتير، يعني اصبحت افريقيا تسير بخطى ثابتة نحو الديمقراطية، نحو تداول السلطة، نحو حل النزاعات من خلال يعني اليات كثيرة جدا تابعة للاتحاد الافريقي. اهمية حل النزاعات الافريقية افريقيا. الاول بنوجه عدم وجود جماعات ارهابية ودورها دلوقتي في افريقيا راجع لدور السيد الرئيس في محاربة الارهاب داخل القارة الافريقية. النهاردة احنا بدأنا نوصل نسبة 80-90% من الاستقرار داخل القارة، لان بالفعل تم القضاء على جميع البؤر الارهابية وعلى جميع الجماعات الارهابية الموجودة في افريقيا، اللي كانت بتتبع اجندات خارجية لتدمير الشمال الافريقي. طيب ده ادى لايه بعد كده؟ حضرتك النهاردة معظم الدول لما بترفع من عليها الضغوط بتاع الجماعات دي والاستنزاف اللي هي بتستنزفه الموارد، بص بقى لبلدها وبص لاقتصادها والتنمية واي دولة بتشوف النهاردة اللي مصر عملته على طول بترجع للشقيقة الكبرى ليها وبترتبط بيها، وبتاخد تجربة مصر في الموضوع، وبتبدأ عايزة تتطور زي مصر. النماذج الكتيرة اللي قدامنا لدول افريقية كتيرة حربت بالفعل الارهاب زي ما مصر حربت الارهاب ومصر ساعدتها، النهاردة ده جاد دور للتنمية، جاد دور ان احنا نطلع لقدام، جاد دور ان افريقيا كلها ترتبط مع بعض مرة تانية، ونبدأ في تبادل الخبرات. اللي عنده تجربة سواء تجربة صغيرة او تجربة كبيرة زي تجربتنا يبدأ يصدرها لدولة تانية من دول الجوار. ودي أهمية وجود مؤتمرات وتبادل آراء وتبادل الأفكار. بالتأكيد. يعني حضرتك احنا في الوقت الحالي بنكمل الموضوع بشكل جميل جدا،
ولو استمر على الشكل ده احنا نقدر نقول ان في خلال اعوام بسيطة مش هيبقى فيه اي انزعاجات في افريقيا. خلينا اتكلم على ان افريقيا من الـ 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 القارات الغنية بالثروات، ويمكن لو شفنا نلاقي ان افريقيا يعني بقت مش مطمع، ولكن الصين في منتدى صيني افريقي، في منتدى الماني افريقي وسيد الرئيس كان حضر هذا المنتدى، في منتدى روسي افريقي، كل دول العالم الكبرى اقتصاديا تبحث عن التعاون بينها وبين افريقيا. اهمية هذا التعاون بين دول العالم وافريقيا ووجود مصر كبوابة رئيسية لهذه القارة الغنية، اخد يعني اجابة حضرتك على وجود مصر كبوابة رئيسية لهذه القارة الافريقية وسط هذه التجمعات الكبيرة اقتصاديا بعد هذا التقرير للصحافة، فابقوا معنا. نبدأ جولتنا بمقال الاقتصادي عبد العزيز محمود برز اليوسف، حيث قال إن الوقت الراهن هو الوقت الأمثل لتدارس كل التحديات التي تواجه إفريقيا، والمطلوب الآن بحث أفضل السبل والآليات للتعافي من كورونا وإعادة البناء للوصول بالقارة إلى بر الأمان. وفي المصري اليوم يرى السفير إبراهيم الشويمي يرى أن منتدى أسوان يعد خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن توطين التكنولوجيا والاتجاه لتصنيع المواد الخام في إفريقيا تعتبر خطوة هامة على مستوى رفع الأداء. أما في الشروق فكتب الدكتور سالي فريد إن حرص الرئيس السيسي على إقامة منتدى أسوان للسلام والتنمية يؤكد أن مصر لن تتراجع للخلف، ورسائل الرئيس السيسي كانت مهمة وواضحة فيما يتعلق باهتمامه بالسلم والأمن في القارة الإفريقية. ونقلت الاندبندنت العربي تأكيد رئيس الجابون علي بونغو على أن جائحة كورونا كشفت عن هشاشة المنظمات الدولية التي عطلت أجندة التنمية في القارة السمراء، وشدد على زيادة كفاءة الحكومات الإفريقية لتخطي أزمة كورونا ووقف آثارها. ونختتم بالوفد، حيث أشار أحمد فايق إلى أن منتدى أسوان يعد منصة إفريقية رفيعة المستوى تناقش وتطرح حلولا للتحديات التي تواجه القارة في مجالات الأمن والسلم والتنمية، إذ أنه يضم ممثلي المنظمات الإقليمية والعالمية والدولية. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا مع المستشار. تجمعات اقتصادية كبرى ودول كبرى يعني من الناحية الاقتصادية تحاول النفاذ إلى إفريقيا، ألمانيا، الصين، وحتى الدول الإقليمية، مش عايز أتكلم على تركيا حتى وإسرائيل. يعني أهمية وجود مصر كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية، احنا نقدر نقول مصر في وجودها بتمثل دورين مش دور واحد. الدور الاقتصادي ده دور منوط بينا كلنا ان احنا نمشي فيه، بس هي مصر بوابة الأمان لأفريقيا كلها من تنفيذ أي أجندات خارجية على أرض أفريقيا. حضرتك النهارده زي ما نوهت قلت ان في اجنده تركيه، في اجنده اسرائيليه، في دول تانية بتتبع هذه الاجندات. احنا النهارده واحنا بنتكلم على الموضوع ده، وجود مصر على المجال الاقتصادي، ما هو الاقتحام الاقتصادي هيؤدي بالفعل وبدوره الاقتحام السياسي. لان التملك الاقتصادي اقوى من التملك السياسي بالنسبه للقاره الافريقيه. فالنهارده مصر وهي واقفه بتدي دور ودافع للقارة الأفريقية إن احنا نكون متواجدين، إن احنا نكون معبر ومنفذ هنعدي لك السلعة الجيدة والفكرة الجيدة. طيب. الاثنين عدوا من عندي. طيب. انت تاخد من عندي سلعة متصنعة في بلدك، متصنعة بأسلوب حديث بتضاهي السلعة الأوروبية والسلعة الخارجية، معاها بصدر لك فكري، بصدر لك حاجات بتحافظ على بسعر مناسب يناسب يعني الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه. سعر سيادتك من اتجاه والفكره من اتجاه. تمام. برضو احنا بنتكلم على المنتديات دي شيء اهم جدا لمساله تمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا، تمكين المراه اقتصاديا، ونحن نتحدث عن قاره فتيه، قاره يمثل الشباب فيها
يعني اذا كنا احنا بنتكلم على الشباب في مصر بنتكلم من 40% ل 60%، لا فاحنا بنتكلم على قاره افريقيه شابه، الشباب فيها ليه دور هام جدا، مهم جدا، مهم جدا مساله التواصل بين الشباب الافريقي بعضهم وبعض، مهم جدا. شفنا في المنتديات قد ايه الشباب الافريقي ما كانش عنده فكره عن الشباب المصري، والشباب المصري ما كانش عنده عن الشباب الافريقي، مساله التلاحم، مساله ان يبقى في قيادات كبرى سياسية واقتصادية موجودة داخل المؤتمرات تتبادل الآراء مع الشباب، تمكين الشباب والمرأة في هذه المنتديات كعنصر هام في التنمية الاقتصادية. بما ان حضرتك اتكلمت على موضوع المرأة والشباب، هقول عند حضرتك خبر ان تعيين اول امرأة افريقية لرئاسة منظمة التجارة العالمية ده تم يوم الاثنين اللي فات. ده بالنسبة لنا انتصار للقارة، ان بقى عندنا كوادر شابة وكوادر نسائية بتمسك أماكن عالمية. ده ناتج عن إيه؟ ناتج عن حاجة زي المنتديات اللي احنا فيها النهاردة. يعني المنتدى اللي احنا موجودين فيه النهاردة والمنتدى اللي كان من سنتين، شوف نتائجه في الكوادر سواء من الشباب أو من الكوادر النسائية، هيبان في خلال سنوات بسيطة هنتلاقي ناس ماسكة أماكن قوية جدا في دولها، بل بالعكس ممكن ياخدوا أماكن بره القارة الأفريقية. التبادل ده بيتم عن طريقه تجميع فكر وتوحيد فكر افريقي في اتجاه واحد، اتجاه عايزين ازدهار للقارة كلها، عايزين النظرة اللي كان العالم بيبصها لينا كعالم تالت تتغير. احنا النهاردة مش عايزين نتنين عالم تالت، احنا عايزين نتقدم في مسافة الدول الكبرى. ده هيبان منين؟ من خطوة زي الخطوة بتاعت السيد الرئيس في المنتدى اللي موجود، ان هو بيدعم الفكر الشبابي عموما وبيدعم الكوادر النسائية بوجه عام. فرصة قوية جدا لأي شاب ولأي بنت او لأي حد مصري عايز يظهر، عايز يكون ليه دور في اقتصاد بلده، انه يبدأ يتجه لمثل هذه المنتديات. مجال مفتوح ان احنا ناخد منه وندي ونوصل خبراتنا ونكتسب خبرات على الجانب الاخر. احنا بنتميز في الوقت الحالي ان مصر عندها تجربة رائدة في الفترة اللي فاتت. الفترة اللي فاتت دي النهاردة خلتنا واحنا موجودين في وسط المجتمع الافريقي زي ما بيقولوا نبراس. كله متجه لنا النهاردة. نستفاد بقى. نستفاد فين؟ عمم التجربة بتاعتك. عمم التجربة كل المناحي، اقتصادية وسياسية واعلامية، اي حاجة نقدر نصدرها لافريقيا احنا دلوقتي بنستفيد، ان خلاص هما بيتطبعوا بطبعنا، ولما بيتطبعوا بطبعنا احنا بنستفاد على ارض الواقع ان الدايرة بتتقفل علينا. اول ما الدايرة بتتقفل خلاص احنا بنكمل في اتجاه سليم بالنسبة للقارة الافريقية. تمام. يمكن زي ما قلت في الاول يعني وكلام السيد الرئيس عن التجربه المصريه في مساله البنيه التحتيه الخاصه بالطرق والطاقه يعني، ولكن خلينا اتكلم اخيرا على مساله الهجره الغير شرعيه. يعني كان دائما هناك حديث عن الهجره من الجنوب الفقير الى الشمال الغني، وهنا يقصد اوروبا على اعتبار ان افريقيا البحر المتوسط كله الساحل يعني على اوروبا وكده. اتكلم هنا على مساله أهمية مواجهة الهجرة الغير شرعية بمشروعات اقتصادية إفريقية عملاقة لاستيعاب الشباب، بدل بقى ما نقعد نتكلم على الشمال والجنوب، وكان في مؤتمرات كثيرة خاصة بأن يجب على الشمال أن يساعد الجنوب في إقامة مشروعات اقتصادية وعلى إفريقيا أن تساعد نفسها الآن. وده يعرف حضرتك أن عمر ما الشمال هيساعدنا، عمر ما أوروبا هتديك خبرتها، هي عايزة باستمرار تكون هي الريادة. ده بالنسبة لنا هيخلينا نعتمد على الشعوب والقيادات الشابة اللي موجودة ان احنا نعمل زي ما حضرتك بتقول مشروعات جديدة، بنية تحتية قوية. انا اعتبرني شاب مصري، انا ايه اللي هيخليني افكر في الهجرة سواء الشرعية او غير الشرعية لو انا في مصر بوصل ان انا شغال وبوصل لمستوى معيشي مقارب للدول الاوروبية؟ اكيد مش هتخلى عن بلدي. ده اللي الرئيس شغال عليه دلوقتي. حضرتك شوف الرؤية بتاعت 2030 اللي هي التحول الرقمي والمشروعات متناهية الصغر اللي الرئيس اتكلم عنها،
الفكرة لو تمت زي ما الرئيس راسم وزي ما الفريق بتاعه راسم، انت هتوصل في 2030 ان خلاص ما فيش حاجة اسمها هجرة، لا هيبقى في استقطاب، هيبقى في هجرة معاكسة. انا بتخيل ان هنوصل في وقت من الاوقات ان مع وجود الموارد الطبيعية اللي ربنا حبانا بيها والخيرات اللي موجودة عندنا، الناس هي هتبدأ، احنا هنكون قطب او جهة سوق للمشروع. بالضبط. قبل يعني ما اختم حلقتي عايز اقول ان 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 مصر هي ستظل مصر هي الدولة الافريقية الرائدة، ستظل مصر هي يعني بوابة افريقيا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. يمكن مصر عادت الى افريقيا وافريقيا عادت الى مصر منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اولى هذا الملف أهمية خاصة. رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي كانت يعني رائدة على كل المجالات وكانت محل ترحاب لكل الدول الإفريقية. في نهاية هذه المساحلة رأي بتوجب الشكر للمستشار إبراهيم جبلة، نورتنا مع المستشار. شكرا. وشكر لفريق أعمال المساحة للرأي لهذا اليوم، وشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم دائما على خير، إلى اللقاء.